أما نرمين رح نبدأ بمساحتها الطبية يلي كتير من الأسئلة والاستفسارات بتجي عبر صفحتنا على الفيسبوك. اليوم رح نحكي عن موضوع يمكن صرنا نسمعه نرمين كتير بالفترة الأخيرة، وخاصة كمان يمكن نسمعه من ناحية الفنانين خلينا نقول بالخارج إذا بدنا نحكي بشكل دقيق أكثر. اليوم عم ينتشر كمان بالدول العربية هو تجميد البيوض، قد هذا الشيء عم نسمعه؟ صح، كثير صار مصطلح شائع والسيدات عم يتبعوه، وايضا يمكن عم يتاخروا شوي البنات ليتزوجوا، او في سيدات عم يكونوا فرح عم يحبوا يجيبوا بيبي بوقت متاخر من عمرهم. اكيد هي الفكره الاساسيه نرمين اللي حنحكي عنها، فكره محافظه الانثى على قدرتها على الانجاب في المستقبل حتى لو تاخرت في الانجاب. رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع الدكتور شادية خلوف، اخصائي بمعالجه العقم وطفل الانبوب. يسعد صباحك دكتور. اهلا وسهلا فيك. هلا صباح. يسعد صباحك دكتور واهلا وسهلا فيك. تجميد البويضات كثير عم نسمع عن هذا المصطلح، خلينا نعرفه طبيا وشو الاليه اللي بتم فيها. هلا تجميد البويضات الحقيقه هو اليه مشابهه جدا، او هي نفس الاليه اللي بتتم بعمليه طفل الانبوب، ولكن بنصف المرحله الاولى فقط واللي هي الاستحصال على البيوض من السيده لحتى نحن نقدر نجمدها، وبالتالي زي ما نقول بين قوسين نخبيها لوقت يعني اخر لاستعمالها بعد حين، يعني بعد سنه بعد سنتين بعد ثلاثه، عند اما صبايا حاسين حالهم ممكن يتاخروا ليتزوجوا، او هن صاروا اصلا بعمر نسبيا متقدم فحابين يحافظوا على القدره الانجابيه عندهم، لانه هي ملاحظه مهمه لازم يعرفوها انه نحن ممكن الهرمونات تكون ما زالت ممتازه وقادرة على تمويل عملية الحمل، ولكن البيوض ما عاد موجودة أو المخزون ضعيف جدا، فخلينا نكسب البيوض اللي هي بتكون موجودة وبوضع جيد، نقدر ناخدها نجمدها يعني نخبيها لوقت يصير في زواج، وبالتالي تصير عملية الإلقاح خارج الجسم بطفل الأنبوب، بنكمل هالمرحلة الثانية اللي هي من طفل الأنبوب، وبالتالي بنحصل على الأجنة اللي هن بتم إعادتهم لرحم المرأة لحتى يصير في عملية الحمل كاملة. نعم دكتور، يعني كثير تفاصيل ممكن ينسأل عنها، انه بأي عمر ممكن السيدة تكون البويضات هي الأنسب لتجميدها؟ في عمر محدد؟ شو هي مواصفات البويضات؟ هل كلهم ممكن نحن نقدر نخزنهم او نجمدهم مثل ما بنقول؟ ما مدى صلاحية هي البويضات اذا بدنا نقول سنة سنتين 10 قد ايه؟ هلا هذا سؤال مهم، لانه نحن في سيدات بيفكروا انه طالما البيوض موجودة فهي جيدة النوعية، لا، ممكن في سيدات يكونوا صغار بالعمر يعني 30 اكثر اقل، بس دائما لما بتعملي لهم طبعا مثل بيراجعوا بسبب صعوبه الحمل، بس لما بنعمل لهم طفل انبوب بيطلع نوعيه البيوض سيئه جدا، وبالتالي هدول السيدات لا يمكن يصير عنده الحمل الا بطفل انبوب. هلا هذا الشيء بينطبق كمان على الصبايا اللي هن حابين يعملوا عمليه تجميد البيوض. الفتره الافضل الحقيقه هي بين ال 25 وال 35، هي الفترة اللي بتكون البيوض فيها بمخزون جيد جدا وموجودة بنوعية كمان جيدة جدا، لأنه النوعية هي الأهم لحتى نحن نقدر نجمد كمية بيوض كافية، يعني شو بيقولوا كما ونوعية. هلا ممكن تضل كمية مدة التجميد 3 سنين 4 سنين 5 سنين، ما في مشكلة، وبالتالي لما بيكون في صبية عمرها هلا 35 وحاسة إنه ممكن يطول فترة لحتى يصير في زواج أو إنجاب أكثر، هون ممكن تلجأ لعملية التجميد اللي صارت ببلادنا في وعي نسبيا إلى قد يكون العائق أحيانا هو الكلفة ببعض الأحيان. هي مكلفة دكتور؟ يعني هي خلينا نقول 70% من عملية طفل الأنبوب ككلفة، فبس انا برايي هي صارت خيار كثير مهم كثير مناسب، خاصه مع تاخر سن الزواج حاليا وتاخر سن الانجاب، لانه نحن نفس عمليه تجميد البيوض فينا نعمل فيها عمليه تجميد اجنه لكوبلات هن هلا متزوجين بس هن هلا ما بدهم يجيبوا اولاد. تمام وفي مشكله صغيره عندهم، خلينا نامن نحط الاجنه في مكان بنجمدهم، ممكن نرجع بعد سنه يصير في مجال، او في مرض ما بيخلي الرجل او المراه يصير يكون في حمل حاليا، بنجمد هالاجنه بنامن عليهم وبنامن على فرصتهم بحدوث الحمل لحتى نحن نرجع نرجعهم بالوقت اللي بيكون مناسب اكثر.
دكتور خلينا نحكي بسوريا، قديش متبع موضوع تجميد البيوض، وهل له في تقنيات عالميه عم تكون موجوده بسوريا ولا لا؟ الاليات هي شوي مختلفه. هلا لا، الاليه نفسها الحقيقه وين ما كان بالعالم، هي الاليه اللي هي بتبلش من تحريض الاباضه لحتى نحن نكبر الجريبات ضمن المبيض اللي فيهم هدول البيوض، طريقة سحب البيوض هي نفسها، وبالتالي الوسط اللي بنحطوا فيه البويضات اللي احنا بدنا نجمدهم هو نفسه وين ما كان بالعالم. هلا التقنية صارت موجودة جديد عنا لأنه الأوساط ما كانت موجودة، كان موجودة الأوساط اللي بتجمد الأجنة ولكن غير بتجمد الأجنة وبتجمد نطاف، ولكن غير موجود الأوساط اللي هي بتجمد البيوض. هلا يعني مجددا من سنه تقريبا صارت موجوده، فمثل ما الرجل عنده فرصه انه يجمد النطاف بوقت هو غير قادر فيه على الانجاب، صار للصبيه كذلك نفس الشيء فرصه بانه هي تجمد البيوض، وبالتالي هيك صار عندنا يعني نقدر ما نحرم هالكوبل او هالصبيه من فرصه الانجاب طالما نحن بنقدر نحافظ على البيوض في بمكان امن وبطريقه امنه. نعم، يعني دكتور هذا الكلام ممكن يكون مرضي لنسبه كثير كبيره من السيدات، لكن دائما مثل ما بتعرف دكتور السيده بتبحث عن التفاصيل وبتدور هل هناك مخاطر، يا ترى ممكن يكون في اي مشاكل بعمليه تجميد البيوض سواء على السيده نفسها او حتى على البويضات يلي تم تجميدها؟ لا ابدا، لانه هي الحقيقه البيوض لما عم تتاخذ هي عم تندرس مجهريا، وعم يكون في فرصه لنشوف هل هالبيوض بنوعيه جيده ولا لا قبل ما تتجمد، وبالتالي نحن ما رح نجمد الا البيوض اللي هي بنوعيه ممتازه وقابله للالقاح لاعطاء اجنه كمان بنوعيه ممتازه. فانا برايي ما في داعي لا للقلق ولا للخوف من انه نحن تكون هاي العمليه مؤذيه او تؤدي في افكار انه ممكن يكون اطفال مشوهين او يكون عندهم منغوليه او هذا الحديث. لا بالعكس، عمليه طفل الانبوب هي احد الميزات تبعها، هي للناس اللي ما عندهم قدره يحمي بشكل طبيعي طبعا. نعم. انه هي فيك تدرسي الاجنه وتدرسي صبغيات الاجنه، وبالتالي انت ما ترجعي الا الاجنه اللي هي بصبغيات امنه وممتازه وخاليه من الامراض اللي اخترعت اصلا، وجدت هي يعني الميزه او التقنيه اللي هي طفل الانبوب مو بس لحتى نحن ننقي اذا بدنا صبيان ولا بنات، نحن اذا في عائله فيها امراض وراثيه خاصه بالذكور نحن نحاول نجيب لهم اناث لهي العائله او العكس. يعني في مجال دكتور اختيار جنس المولود طبعاً بهي الحالة؟ ما هو اختيار جنس المولود بالاصل نحن هون ترجمناه ببعض الاحيان هو رفاهيه انه عندي ثلاث بنات بجيب صبي او العكس، بس هو بالاصل اختيار جنس المولود كان لانه في عائلات فيها امراض محموله على الصبغي واي، وبالتالي هي يعني عم تكون عند ذكور العائله عم تؤدي لوفاتهم او لتشوهات، فنحن هون لا بنختار يعني الاجنه الاناث لنرجعهم لانه هدول بيكونوا سليمين وامنين اكثر، وبالتالي يعني التقنيه كلها كطفل انبوب صارت متاحه لانه تقدر تخدم شريحه واسعه من الناس ذكور او اناث او كوبلات عندهم مشاكل تمنع الانجاب حاليا او مستقبلا، فنحن صافينا نجمد نطاف بيوض اجنه، وبالتالي نحن لما بنستشير الطبيب لنقول له على حالتنا هو بيقدر يقدر نحن هل محتاجين لهذا لهال يعني اتباع التقنيه او الاجراء ولا لا. طيب دكتور خلينا نحكي عن موضوع تجميد البيوض، قديش هو وسيله فعاله للانجاب، يعني نسبه الحمل قديش بتكون مضمونه فيه مقارنه بالطرق الباقيه؟ هلا نسبه الحمل هي نفسها نسبه الحمل اللي احنا عم نحكي عنها بطفل الانبوب، لانه لما جمد البيوض انا طلعت من اطار الحمل الطبيعي وصرت مضطر على تقنيه طفل الانبوب، وبالتالي النسبه العالميه الموجوده لطفل الانبوب اللي هي بين 35 ل 45% نجاح، يعني من كل 10 كوبلات بيعملوا في ثلاثة أو أربعة بينجحوا وفي ستة لسبعة للأسف ما بيحالفون النجاح. طبعا نحن نجمد عدد بيوض نحن ممكن نعمل أكثر من محاولة فيهم، وبطفل الأنبوب تكرار المحاولات بيزيد فرص النجاح، فنحن بنقول هي نفس بنضل محافظين على نفس النسبة تبع طفل الأنبوب، وبالتالي نحن ما إذا جمدنا بيوض يعني نحن احتمال الفشل رح يكون أكبر، لا نحن احتمال النجاح موجود وموجود بشكل جيد جدا، وخاصة عند الكوبلات يلي هن ما عندهم مشاكل.
هن تم تجميد البيوض بس لتفادي زوال البيوض او اختفائها من الجسم، فنحن حطيناها وبالتالي ما في شيء يمنع من انه تكون النسبه جيده جدا. دكتور اذا بدنا نحكي اليوم بسوريا، قد ايه يمكن صار العالم او الناس عندهم وعي بهذا الموضوع؟ قد ايه عم بتشوف في اقبال او رغبه من الناس انه يتبعوا هي العمليه؟ رغم كثرة الاستفسارات فعلا، مو بس اللي اجتنا، اللي بنشوفها عند الاطباء النسائيه بشكل كبير انه بدنا نعرف تفاصيل اكثر عن تجميد البيوض، هل هذا الشيء صار متاح بشكل كبير بسوريا؟ هلا اول شيء انتم كاعلاميين لكم فضل بانه انتم تنشروا ثقافه صحيحه بهذا الموضوع وما يكون الموضوع عشوائي. تمام. الوعي صار موجود لانه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي هلا في إلى مساوئ ولكن في مزايا بانه تنشر فكره، هلا الشخص ببلش يتابع هي الفكره، يبحث عنها سواء يعني عن الاونلاين او يبحث عن طريق طبيبه اللي هو بيستشيره بهذا الموضوع ليعطيه الفكره الصح. بس انا اللي شايفه انه لا، صار في يعني تحسن بطريقه التعامل مع هذا الموضوع وبالتالي وعي اكثر، ايجابيه اكثر لنوصل للفكره. برجع بقول لك قد يكون احيانا العامل مادي غير مساعد بالقضيه، بس يلي عم يقدر انه يعملها عم يسال عنها بشكل كويس وعم يوصل للهدف تبعه بشكل مناسب، ورح نشوف يعني هسه نتائج افضل بظن يعني بالفتره يعني القادمه. يعني الدراسات مستمره دكتور؟ طبعا اكيد اكيد، واكيد كل يوم في شيء ممكن. مثل ما عم اقول لك نحن من سنتين ما كنا نقدر نجمد بيوض بسوريا، صرنا هلا عم نجمد بيوض، كان بدنا نجمد بيوض يروحوا على دول اخرى مجاوره او ابعد لحتى يعملوا هذا الشيء، لا هلا يعني كل شيء مطبق كتقنية طفل أنبوب بأي مكان بالعالم غالبا صار موجود بسوريا. طيب دكتور، من شوي ذكرت معلومة أنه الفترة الأنسب أو تنصح فيها أنه لتجميد البيوض هي بين 25 سنة ل 35 سنة، وهي فترة خصوبة عند المرأة ويمكن قادرة تجيب فيها بشكل طبيعي. إذا حبت بهي الفترة تجمد بيوض ممكن يأثر على عدد البيوض أو الحمل الطبيعي؟ لا لا، نحن هي مثلاً صبية عمرها 34، هي هلأ مثلاً لنفرض خاطبة، ولكن هذا الخطيب مسافر وما رح يقدروا يكون في زواج لبعد 5 سنين لأسباب خاصة فيه. فهلأ هي بتقدر أنه نعمل هالمرحلة هي اللي هي يعني نصف مرحلة طفل الأنبوب، ناخذ هالبويضات وهن رح يكونوا بدون خسائر لكمية كبيرة من البويضات، هي رح تخسر البويضات الموجودة بهالدورة فقط اللي هن تحرضوا بالدواء التحريض اللي اخذناه اللي نحن اعطيناها اياهم، وبالتالي اخذنا هذول البيوض جمدناهم، فبترجع بعدها بتجي الدورات عاديه لما بيصير في فرصه للحمل بنكمل التقنيه، بنعمل الالقاح، بناخذ الاجنه بنرجعهم لجسم السيده، وهيك بيكون يعني الهدف تحقق بانه احنا جمدنا بيوض، حافظنا على عمليه الانجاب وصار في حمل بالاخير. بعض النساء بتسال انه ممكن نكون نعاني ممكن من امراض مزمنه، هل هذا الشيء ممكن ياثر على عمليه تجميد البيوض او حتى على خصوبه البيوض المختاره؟ طبعا، يعني في بعض الامراض اللي هي نحن بنسميها مدنفه، يعني سيده هلا اكتشفت انه معها سرطان ثدي او اي نوع اخر من سرطانات سواء نسائيه او غيرها على جسم السيده، بدها تاخذ علاج كيماوي، علاج شعاعي، هدول رح يصير في تاثير، فهدول يفضل انه يتاخذوا البيوض يتجمدوا. وكذلك عند الرجل اللي بده يتعرض لمشاكل او علاجات شعاعيه او كيماويه يتاخذوا النطاف كمان يتجمدوا، لحتى بس يخلص هي فتره العلاج ويصير جسم جاهز نحن ممكن نعمل عمليه طفل انبوب نرجع هدول الاجنه لجسم السيده. فلذلك هي الفتره او هذا النوع من الامراض هالتقنيه كثير بتساعدنا لنحافظ على قدره الانجاب عند هدول الزوجين او هي عند هي الصبيه حتى تضل الامومه عندها حاضره وما تخسر فرصتها. اكيد يعني يمكن الشيء الحلو من هلا العالم اغلبها يلي ممكن تكون سعيده فيه تحديد جنس المولود، قد ايه بنشوف هذا الشيء بمجتمعنا اكيد خصوصا الصبي لساتها هي العقدات بدنا الصبي طبعا. فكمان بدي اسالك موضوع هيك استشاره طبيه، شفنا مشكله شيرين، هي اكثر حدا الفنانه شيرين اللي يعني احيت موضوع تجميد البيوض، كان عندها مشكله انه طلقت مع جوزها ومجمدانه البويضه مع لا مع النطفه، فهي يعني انفصلوا انه ما انا قدرانه بقت يعني بقت تجيب هذا الولد بعد ما يتم انه دمج النطفه وبالبويضه، مستحيل بقى انفصلها خلص. لا طبعا هلا متى صار جنين وبالتالي انت ما بقى تقدري تفصلي عن هذا عن هذا لانه هو صار جنين. هلا هون بيصفى الموضوع، هل السيده يعني بهي حاله خاصه انه هي تقبل انه ترجع هذا الجنين
ولا لا، لانه هذا الجنين مورثاته هي مورثات الاب والام، وبالتالي اذا صار في انفصال فهون بده قرار من اثنين لحتى يقرروا انهم يرجعوا هذا الجنين ولا لا. بس النقطه المهمه بموضوع تحديد جنس الجنين الحقيقه انه نحن لما بنحدد جنس الجنين هو نحن استفدنا اولا واهم شيء بانه خلصنا من الامراض اللي ممكن تكون موجوده عند هذا الجنين، ووفرنا على المجتمع اشخاص ممكن يخلقوا هن معهم امراض رح تكون منهكه لعائلاتهم للمجتمع، ونفس الشيء قدرنا نوازن عائليا بانه اذا عندهم بنات اكثر بدهم صبيان او العكس. بس الهدف الاساسي انه احنا نجيب اجنه سليمين خاليه من الامراض، هذا هو الهدف الاساسي، بالاضافه لانه نحن نعرف اذا ذكور او اناث. يعني دائما التقنيات الطبيه بتبهرنا احيانا بقدرتها يمكن على حل كثير مشاكل. بدنا نشكرك كثير الدكتور شادي خلوف اخصائي بالعقم وطفل الانبوب. شكرا جزيلا. شكرا كثير لك دكتور، واكيد بنتمنى ولا سيده ابدا تنحرم من شعور الامومه، وان شاء الله يكون هذا حل فعلا لكثير من السيدات. شكرا لك.